بيكم معانا في حلقة جديدة من سحورك علينا على السفرة. النهاردة إن شاء الله عندنا وصفات لذيذة جدا للسحور، هتكون عبارة عن الطاجن الفول البشاميل، وده بيبقى لطيف قوي قوي في التجمعات. عندنا الجبنة بالطماطم التقليدية بتاعتنا، هنعمل كمان رز بلبن ببسكوت أو بكريمة البسكوت أو بزبدة البسكوت القرفة، بيبقى لذيذ قوي قوي في السحور. وطبعا تقدروا تستخدموه بعد الفطار كطبق حلو. كل ده طبعا هنعمله مع بعض بعد صيام أسهل. اتفقنا في الأيام اللي فاتت إن احنا هنبدأ الفطار بالتمر، ويفضل طبعا على السنة النبوية الشريفة 3 تمرات مع مية. نقوم نصلي، نتحرك، هنرجع نسخن معدتنا بشوية الشوربة، بعد كده هندخل على طبق السلطة، ملينا بطننا، هندخل على البروتين، وهنخلي النشويات آخر حاجة. بالنسبة للبروتين طبعا يفضل دايما ان احنا ناخد البروتين في صورة الشوي، والخضروات اللي جنبه تكون في صورة سوتيه. ده أفضل حاجة خاصة في الصيام، علشان المعدة بتكون يعني عقبال ما بتبتدي تشتغل والمدة قليلة، بناكل وبنشرب وبنحلي وبنفطر وبنتسحر، فيكون اللي داخل كلها حاجات مفيدة، كميات مظبوطة، وكمان ما تكونش تقيلة قوي، مش مسبكة، مش مقلية، ما فيهاش دهون كتير، علشان خاطر المعدة ما تتعبش مننا. وفي ناس كتير بتتعب جامد قوي في رمضان، خاصة اصلا عندهم مشاكل في المعدة، فدايما اتجهوا للشوي وللسوتيه. النهاردة عيد الام، مش هقدر اطلع من الفقرة قبل ما اعيد على امي، ربنا يديها الصحة وطولة العمر يا رب ويخليها. اعيد على مرات اخويا اللي هي امي التانية واختي الكبيرة، وحمل همي وهم ولادي طول الوقت، فربنا يخليها ليا ويجمعني بيها على خير يا رب. خالاتي طبعا، ومش هنسى ابدا اعيد على امي التانية امل. يا امي امل ربنا يخليكي ليا، وكل سنه وانتي طيبه، ودايما حامله همي وهم ولادي، وربنا يخليكي ليا يا رب. تعالوا بقى نطلع فاصل ونرجع نعمل وصفاتنا، استنونا. وبعد الفاصل تعالوا بقى نعمل الجبنة بالطماطم. أنا هستخدم هنا جبنة فتة، تقدروا طبعا تستخدموا قريش أو أي نوع تاني. هنستخدم كمان معاها زيت زيتون، طماطم مفرومة، نعناع مجفف، ملح وفلفل وكمون، ونعناع طازة. الزيت الزيتون ممكن يبقى زيت ذرة عادي خالص، مفيش أي مشكلة. هنعمل ايه بقى؟ الموضوع طبعا سهل وبسيط جدا جدا. هناخد الجبنة الاول، انتوا عارفين ان انا ما بحبش الحاجات فيها تكتلات، فهاخد الجبنة الاول. اول حاجة مش هحط ملح لان الجبنة دي ملحة، لكن لو الجبنة اللي عندكم دلعة حطوا ملح، فاحنا حاطينه في المقادير عشان ما تنسوش لو الجبنة بتاعتكم محتاجة ملح، لكن انا الجبنة اللي عندي هنا حادقة، فخلاص ههديها بالزيت والطماطم ومش محتاجة أزود لها ملح. بحط معاها معلقة من الزيت وأقلبهم كويس، زيت ذرة أو زيت زيتون اللي يريحكم، بس هي هنا زيت الزيتون فيها بيبقى حلو كنكهة يعني. وبعدين أنزل رشة الكمون. الفلفل الاسود في الوصفه دي مش اجباري، اختياري، بس انا ما بعرفش اكل اي حاجه مش محطوط عليها رشه فلفل اسود، يعني بحس ان الاكله ناقصها حاجه حتى لو قليل قوي. فحطينا كمون وحطينا زيت وحطينا نعناع، وطبعا كميه النعناع براحتكم، بس انا بحب النعناع فيها كتير. زيت، جبنه فتة، رشه فلفل اسود، كمون، نعناع ناشف،
عملناها كده بقت كريمي كده وجميله ودخلت في بعضها، اقوم واخده الطماطم. طماطم بقى تكون مفرومه ناعم، ويا ريت يكون بالميه بتاعتها، ويا ريت تكون طريه سنه، مش ناشفه قوي، بتبقى احلى كتير لما بتنزل ميتها جوه الجبنه. بس كده، بس خلاص. بعدين بقى ايه؟ يا نعم، انتوا لو بتحاولوا تكلموني الصوت بيروح ويجي، فما تعتمدوش عليا قوي. معايا تليفون حاسه. معايا تليفون. مين؟ الو، نزلوا لي الاسم على الشاشه عشان مش سامعاكم. نزلوا لي التليفون على الشاشه. اسم مدام سميره من هنا. اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا، وحشتينا يا غاليه حبيبه قلبي، ربنا يسعدك، ما تشوفيش وحش ابدا. مدام أميرة وجه جيبلي كله، يعني بيحبك. ربنا يخليكي يا حبيبتي. عجبانة الفكرة يا مدام أميرة بتاعت بواجب الفطار اللي بتعمليها، تغيري من شكلها وتغيري من طعمها عشان تنفع للسحور. عينيا يا مدام سميرة، حاضر، من عيني وسلامي لكل أهلنا في قنا وفي صعيد مصر كله، ونورتيني وشرفتيني. سؤال مدام سميرة، معلش لأن أنا مش سامعة التليفون كويس. هاخده منكم بقى، هاخده منكم زي ما انا مش سامعاكم برضو. هنتصرف دلوقتي، هشوف ايه المشكله حالا. الجبنه المهم يا ولاد، خليكم معايا هنا، خليكم معايا هنا، خليكم معايا. الجبنه بالطماطم اهي، وهنحط على وشها دلوقتي شويه من الزيت، وهنحط رشة الكمون. السؤال بقى بتاع مدام سميرة، معلش، حبيبة قلبي عجبها فكرة بواقي الفطار اللي احنا عاملينها، كتر ألف خيرك يا مدام سميرة، وأسفة ما كنتش سامعة التليفون كويس، نورتيني وشرفتيني انت وكل أهلنا في الصعيد وفي قنا، أصل مصر طبعا يعني. زيت، كمون، واحدتين نعناع فريش كده، فريش فريش اهو، بس كده. وادي الجبنه اللي بالطماطم باسهل واسرع والذ طريقه، وبتبقى حلوه جدا، بتقعد في الثلاجه اسبوع في علبه محكمه الغلق، ما تقولش بم. المهم انكم تاخدوا منها بمعلقه تكون نظيفه وناشفه، تاخدوا من العلبه كل يوم ساندوتش او حبه كده اهوت جنب السحور، رائعه. التليفونات هتنزل معاكم على الشاشه اهو، لكل حبايبي اللي عايزين يكلمونا من جوه مصر ومن بره مصر. طيب الجبنه بالطماطم، تعالوا بقى نعمل وصفتنا. يعني انا يا ريتني سجلت الوصفه دي في الشهر العقاري باسمي، يعني براءه اختراع. دلوقتي بقت طبعا خلاص معروفه في كل حته في الدنيا وتستاهل الصراحه. عباره عن ايه بقى الرز بلبن؟ عباره عن ربع كوبايه من الرز المصري مشطوف فقط، مش مغسول ومش منقوع. معايا كوبايتين من الميه الاول، وايوه انا بسلق الرز بالميه الاول لحد ما يشرب ميته كامله ويدخل في التسويه. بعد كده عود قرفه، كوبايه سكر طبعا اقل اكتر براحتكم، لتر لبن يكون من عند اللبان ويكون كامل الدسم وحلو، معلقتين كبار من القشطه، وش اللبن البلدي، وفانيليا نشا، وكريمه باودر اللي هي بودره الكريم شانتيه، وهحط على وشها زبدة البسكوت القرفة. طبعا الوصفة الأساسية أنا بحط مع بودرة الكريم شانتيه، بحط معاها كمان معلقتين كبار من بودرة آيس كريم الفانيليا، بس أنا عشان هحط البسكوت على الوش، فأولا حسيت هتبقى تقيلة قوي، ثانيا مسكرة قوي، ثالثا طعم الفانيليا فيها هيبقى كتير قوي، وأنا عايزة أعادل، فعشان كده شلت المكون ده من الوصفة الأساسية عشان احط بداله زبده بسكوت القرفه. غايده من لبنان، غايده ولا غيده؟ بتتقال ازاي باللبناني؟ غايده، يا غايده، غيده صح؟ صح، انا بقول لهم كده برضو.
غيدة ازيك يا حبيبتي، عاملة ايه؟ الحمد لله. ازيك انت؟ الحمد لله يا حبيبتي. عم بحكيكي مصري. احكيني مصري. احكيكي مصري ولا لبناني؟ اللي انت عايزاه. ماشي. بصي انا حابة اعرف كيف بتعملوا الحواوشي المصري. حاضر، عينيا، نورتيني يا غيدة. كل سنة وانت طيبة حبيبتي ورمضان كريم. طيبة برضو. نورتيني كريم، نورتيني يا حبيبتي. اسمها غيدة يا ولاد. هنعمل ايه؟ في هذه البولة هاخد بودرة الكريم شانتيه، هاخد معاها باكتين فانيليا او نص معلقة صغيرة فانيليا، هاخد معاهم النشا، وهاخد معاهم شوية لبن من اللتر نفسه، من اللتر نفسه. ممكن تسيبوا اللتر في حاله وتحطوا هنا نص كوباية كريمة سايلة، كريمة حلويات، ماشي الحال برضو. بس برضو انا ما حبيتش احط، انا في الوصفة الاساسية بحط كريمة، بس برضو انا هنا بسكوت زبدة بسكوت القرفة تقيلة قوي، فانا حبيت ان انا اخف شوية من الرز بلبن. هقلب اقلب اقلب هنا كويس جدا جدا جدا. يا مدام اميرة. الو يا اميرة. الو. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ازيك حبيبتي، عامله ايه؟ الحمد لله. الحمد لله. اميره من الدهق اهليه، نورتيني. اموري يا اميره. عايز اعرف طريقه عمل البسبوسه. البسبوسه، عيني، حاضر، من عينيا. بصوا انا قصدي اني اقلب كتير لان انا عايزه اشغل الكريم شانتيه اهو. يبقى هنا في ايه؟ في نشا، في فانيليا، في لبن، في بودره الكريم شانتيه. تمام تمام. هنعمل ايه؟ هنجيب الرز وهنحط له ميه من الحنفيه، ميه في درجه حراره الغرفه، ميه مش سخنه، والرز ما تغسلهوش كتير وما تنقعهوش، يكون شطفه بسيطه جدا، واحطه مع الميه لحد ما يشرب الميه تماما ويبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. دي خطوه اساسيه للرز بلبن، ما تستغنوش عنها ارجوكوا. اهو شايفين ازاي؟ ده بقى ده خلاص. هنعمل ايه بقى؟ هنقوم رايحين على النار ناخد اللبن وناخد الرز يا أمنية. هلو. اهلا وسهلا. ازيك يا شاف؟ ازاي حضرتك؟ إيه؟ عامله ايه؟ كل سنه وحضرتك طيبه. حضرتك طيبه وبالصحه والسلامه انت وكل حبايبك. استاذنك، انا عايزه اعمل بقلاوه بالقشطه ومش عارفه اعملها ازاي. لا ازاي بقى؟ ده عيبه في حقي حتى، عيني. لا انا متاكده ان هي تطلع منك احلى حاجه. احلى بقلاوه بالقشطه يا حبيبه كل قلبي. سنه كده. وانتي طيبه يا قلبي. ننزل بالرز ده، انا متخصصه بقلاوه بالقشطه. حاضر، عينيا. لا لا، بصي بقلاوه بالقشطه ما بهزرش، عيني عيني. احلى بقلاوه بالقشطه يا حبيبتي يا حنان. لبن، رز سلقناه في الميه، انزل بالسكر وعودين القرفة. انا عايزاه يا اميرة بالمستكة قوي قوي. السكر اللي احنا عاملينه ده تقومي حضرتك واخدة منه معلقة وخلطة معاها، طحنة معاها المستكة، مفيش اي مشكلة. اوكي، انا جبتش السكر، جبت القشطة. السكر بقى كوباية، نص، ربع كوباية وربع، كل واحد طبعا حسب رغبته. حطينا اللبن، حطينا الرز، حطينا السكر. تمام تمام. انزلوا بقى بعودين القرفه، ميه ورد، ميه زهر، كل الحاجات دي بتبقى حلوه قوي مع الرز بلبن. انزلوا بقى بمعلقتين القشطه، وش اللبن البلدي الجميل ده. وبعدين سخنت ميه في الكتل عشان اعمل بيهم ايه الطريقة السليمة، اني ادوب زبدة الفول السوداني او الشوكولاتة قبل للدهن او زبدة بسكوت القرفة، اني احط مية سخنة في بولة واحط جواها البولة اللي فيها الكمية اللي انا محتاجة ادوبها. دي افضل طريقة، افضل طريقة، بتحافظ على القوام، بتحافظ على الطعم، بتحافظ على اللون،
وفي نفس الوقت بتدوبهم. طبعا ينفع 30 ثانية في المايكروويف وكل حاجة، بس دي أأمن وأحسن طريقة. وأنا كمان شايلة المايكروويف في رمضان من الديكور عشان أحط حاجة رمضان وتهد وتحبه، فقلت بقى إن كان ولابد أوريكم بقى الطريقة دي. بصوا بدأت تسيح أصلا من تحت إزاي، أسهل وأسرع وألذ وأأمن طريقة. بس 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 تخلوا بالكم ما يخش لهاش مية. أوكي أوكي. بالنسبة بقى للبقلاوة بالقشطة، طب ناخد مدام أسماء الأول. ألو مساء الخير. مساء الفل. إزيك يا أميرة؟ عاملة إزاي حضرتك يا مدام أسماء؟ الحمد لله دايما متألقة كده. ربنا يخليك في رمضان، والله مساعدانا في كل حاجه، من ذوقك جديده. من ذوقك يا حبيبتي، كل سنه وحضرتك طيبه. وانت طيبه الله يخليك. جميل يا رب. كنت عايزه طريقه اللازانيا. حاضر عينيا مدام اسماء من الشرقيه. حاضر عينيا. بتكتبوا الوصفات يا اولاد؟ اه بليز. طيب نرجع للبقلاوه، هنعمل ايه؟ هنعمل القشطه الكدابه اللي هي عباره عن كيلو من اللبن عليه 4 معالق من النشا، 4 معالق من السكر، وانا بحط له رشه ميه زهر بسيطه جدا. خلاص كده هقلبهم على البارد، وبعدين ارفع على النار اقلب يتقل وما يتقلش قوي زياده عن اللزوم، وسط وسط، وبعدين اشيله من على النار اغطيه بكيس عشان ما يعملش وش، وبعدين اجيب الصينيه احط زبده، احط نص الكميه بتاعه الجلاش وبدهن ما بين ورقه وورقه، وبطلع لبره زي طريقتنا المعتاده، وبعدين بحط القشطه وبعدين بقفل عليه وبقطعها وبدخلها الفرن، وتطلع تاخد شربات تقيل وبارد لو عايزينها كريسبي، او خفيف ودافي لو عايزينها، وتغطوها لو عايزينها طريه. الحواوشي اتسالنا عليه صح؟ غيده من لبنان سالتنا على الحواوشي. هنجيب يا حبيبه قلبي كيلو اللحمه المفرومه، هيكون عباره عن 700 جرام من اللحمه و300 جرام من اللية المفرومه، وبعدين هنحطه في الكبه، هنحط له ملح وفلفل وبهارات حواوشي من عند العطار او السوبر ماركت، وبعدين هنحط طماطم مفرومه بدون القلب بتاعها، بقدونس مفروم خفيف جدا، فلفل حار وفلفل رومي وبصل، وهضرب ده كله مع بعضه. مش هنسى احط معلقه كبيره من الطحينه عشان السوائل ما تعمليش العيش تبله. بعد كده هقوم واخده الكلام ده كله وحاشيه بيه العيش، واسويه على النار بالزيت او في الفرن بالزيت برضو. البسبوسه بقى هطلع لكم المقادير بتاعتها حالا. يلا بينا يلا بينا. ناخد الاول شريكنا سحورك. الصورة دي يا جماعة عزيزة على قلبي جدا جدا جدا، لأنها لابن أخويا وابني البكري وأول فرحتنا في العيلة يوسف، ويوسف هو والأسرة كلها مغتربين في كندا، ربنا يجمعني بيهم على خير. يوسف يا حبيب قلبي. يوسف يا قلب عمتك بقى، يعني الناس مش غريبه. قلب عمته حبيبي. انا وانت طيبه. طيب يا حبيبي بالصحه والسلامه يا رب. والف مبروك على البرنامج اللذيذ والجميل. الله يبارك فيك. حاجه يعني زي الفل، وكل سنه وانت طيبه برضو بمناسبه عيد الام. ربنا يخليك ليكي ولامي ولجدتي حبيبتي اللي بتتفرج اكيد علينا دلوقتي. اكيد يا حبيبي، وسلامي لامك وبوسه من هنا ومن هنا، وهي اختي الكبيره وامي كمان. ربنا يخليك يا حبيبي. ربنا يخليك يا يوسف. ربنا يخليك. تسلم لي يا حبيبي. طبعا الصوره اللي انتم شايفينها دي يوسف كان بيستقبل اصدقائه في كندا على الفطار، وعمل لهم اكل مصري صميم. و يعني دايما اي حد مغترب بيحاول انه ينشر ثقافه وحب بلده عن طريق الحكاوي وعن طريق الاكل، لانه اكتر حاجه بتوصل الثقافه وبتقرب المسافات هي الاكل. الرز بلبن يا جماعة خطير. يلا نطلع فاصل. قبل ما نطلع فاصل طيب، علشان ايه اما نرجع نغرف على طول، نحط
الخليط السحري اللي ما بقاش سري على الرز بلبن، ونقلب نقلب نقلب لحد ما يشد معانا شوية، نحطه في الكاسات وهنطلع فاصل ونرجع لحد ما يتقل. استنونا. اهلا بيكم بعد الفاصل. من اصعب الحاجات ان حد من عيلتكم قريب ليكم يسافر او يتغرب او كده، الموضوع بيبقى صعب جدا جدا جدا. هم العزوه والسند واهل الولاد وكده، بس دايما الواحد بيحرص انه يكون على اتصال دائم وما يحسس نفسه والاخرين بهذه الغربة، لأن إحساس الغربة بيبقى وحش وصعب. المهم هناخد الرز بلبن الخطير ده ونحطه هنا كده يا أولاد. طبعا الباقي هحطهم في بولة كبيرة، أنا بس يعني إيه بعمل شوية حركات كده للتقديم علشان رمضان مش أكتر، لكن طبعا هنحط في بولة كبيرة كل الكلام ده. حطينا هنا كده، وبعدين هنقوم واخدين هذه البولة العملاقة هنا، بسم الله الرحمن الرحيم، وناخد عليها يا عبد الله هذا الرز بلبن. ازيك يا حبيبي، اخبارك ايه؟ بسم الله. وانت طيب يا حبيبي وبالصحه والسلامه، اخبارك ايه يا عبد الله؟ الحمد لله. الحمد لله يا حبيبي، كل سنه وانت طيب يا عبد الله، وكل سنه وماما طيبه. طيبه يا طنط حبيبي، ربنا يسعدك. عايز تسال على حاجه يا عبد الله؟ لا شكرا. نورتني يا حبيبي، نورتني. هذا الرز بلبن هسيبه، هطلع له بس القرفة على الوش، لكن التاني الصغير اللي احنا عاملينه ده هديله شوية من زبدة بسكوت القرفة على الوش. طبعا المفروض ادي زبدة بسكوت القرفة بعد ما الرز بلبن يدخل التلاجة علشان يديني طبقة متكاملة على الوش، عشان يكون الرز بلبن بتاعي جمد في التلاجة. ماشي؟ ولكن طبعا انا كالعاده ما عنديش وقت، لازم اتصرف، ولكن هو ده الصح. اميره سالت على البسبوسه ومعاكم مقاديرها على الشاشه، وهنضف اطباقي الصغيره دلوقتي. ايوه شكرا، البسبوسه معاكم على الشاشه. تعالوا بقى ايه ناخد ده هنا كده علشان عايزه انضفه واظبطه. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل مع بعض الفول بالبشاميل، ودي وصفة لطيفة ظريفة لذيذة، وكمان بتبقى لذيذة قوي لو في تجمعات او عزايم او كده، لانه بتدي الفول اللي هو ايه شكل فخم كده. علشان نعمل الفول بالبشاميل عندنا فول متدمس عادي خالص، وبعدين هنعمل على وشه البشاميل. طبعا الفول يكون زي ما بنقول عليه بالمصري متحيق. متحيق يعني واخد الزيت بتاعه، الملح، الفلفل، الكمون، الكزبرة، متظبط وطعمه متظبط. بعد كده هعمل طبقة من البشاميل هتكون عبارة عن اللبن والزبدة والدقيق والملح والفلفل. على فكرة الفول اللي بالبشاميل مش لازم يدخل الفرن ووشه يتحمر، يعني ممكن تقدموه البشاميل ابيض من على النار على طول، وممكن تحطوه تحت الشوايه، بس مش بيخش بقى فرن سخن ويقعد تلت ساعه وكده، لا تحت الشوايه فقط لا غير، وياخد الايه الوش بتاعه. اوكي اوكي انا بنضف هنا معلش بس الرز بلبن، عشان انا مش عايزه اروح للترابيزه وهو ايه مش متنظف. ونطلع القرفه على وش الرز بلبن الكبير. ايوه كده اهو، كده كده بس حلو. وهزهم الصغننون هياخدوا المعالق الخاصه بيهم. الحاجات دي بتبقى لذيذة قوي في العزايم يا ولاد، حركات كده بس كده. محتاجة اوديهم هناك معلش،
عشان بس افضي لنفسي مكان اعرف اقف اشتغل فيه. يبقى عملنا مع بعض الجبنه اللي بالطماطم، وعملنا مع بعض الرز بلبن الخطير، واحد ساده وواحد لذيذ قوي، ده في السحور وبيتاكل دافي على فكره، انا بحذرك يعني بقول لك بس عشان ايه بيبقى لذيذ جدا. انا اصلي شفت النظره فهمت على طول، اللي ربى خلم اللي اشترى برضه يا ولاد. والرز بلبن اللي بزبده الايه بسكوت القرفه. تعالوا بقى ننتقل الى الفول. بسم الله الرحمن الرحيم. مكعب زبده، فول مدمس، بسم الله، معلقه زيت ذره، معلقه كمون كبيره، رشه ملح، رشه فلفل اسود، وارفع على النار واقلب لحد ما الفول بس يسخن، يعني مش اكتر من انه يسخن، وبعدين ابتدي اعمل في البشاميل. نرفعه على النار بس الاول، حاسه جامد قوي، حاسه محتاجه ربع كوبايه ميه سخنه، يعني مش يبقى سايل بس، يفك سن، يفك بس سن عشان يبقى، انا ما بحبش اكل الحاجه ناشفه قوي ايا كانت هي ايه، احب الحاجه قوامها كده يبقى مش مجمد. المهم نروح بقى للبشاميل، زبده، زيت، دقيق، وقلب قلب قلب، وبرده هروح على النار. اول ما الدقيق بس يتحمص اشم ريحته من غير ما يغمق ولا اي حاجه، هقوم جايباله اللبن، اتخلص من السباتولا، واحط الويسك عشان اضمن نعومه الايه البشاميل. ايد بتنزل وايد بتقلب لحد ما نوصل للقوام المطلوب، وهنا القوام مطلوب يكون سايب شويه او يعني متوسط السمك، مش بشاميل تقيل قوي. وهو المطلوب اثباته. اقوم جايبه الطاجن، نازله جواه بالفول المدمس، يا بوسي بوسي يا بوسي. مساء الخير. مساء الفل. كل سنة وانت طيبة. حضرتك طيبة وبالصحة والسلامة يا رب. كنت حابة بس اقولك ان انت نورتي الدنيا، وبجد كنت وحشانة جدا. تسلمي لي يا حبيبتي، ما تشوفيش وحش ابدا يا رب. وحابة من خلالك عايد على مامتي ناهد امين، يا ربنا يخليها لك، اقول لها كل سنة طيبة، وبجد انت في نظرنا الام المثالية فعلا. وحابة أعيد على حماتي وأقول لها كل سنة وانت طيبة وربنا يخليكي لينا. آمين يا رب، ربنا يخليهم لك ويحفظهم لك ويحفظك ليهم يا رب. ربنا يخليك. كل سنة وانتم طيبين يا حبيبتي، مع ألف سلامة. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم جميعا يا رب. بصوا هو ده السمك اللي أنا عايزاه، نقدر نتقل عن كده يا أميرة؟ أه، دقيقتين على النار هيتقل عن كده، بس أنا مش بحب مع الفول البشاميل يبقى تقيل قوي، لأن الفول تقيل فمحتاج حاجة فوقيه تكون كريمي شوية. طبعا تقدروا زي ما قلت لكم تدخلوه تحت الشواية، انا مش بحب، بحب يبقى فاتح وكريمي فوق الفول، فمش هدخله، لكن هو تحت الشواية خمس دقايق هيديكوا لون البشاميل اللي هو ايه جراتان شوية. ده اخر وصفه لينا النهارده، هتكون وصفه
الميلك تشيك، الفراوله. انا بحب قوي قوي المشروبات دي على السحور، لان زي ما انتم عارفين انا مش بتسحر. خد لي زبديايه، خد لي حته فاكهه، خد لي ميلك تشيك كده قوي كده ومنعش ولذيذ. ده بالنسبه لي يعني احلى سحور واخف واحد ومش بيعطشني، وفي نفس الوقت ما بتعبش فيه تاني يوم في الصيام. عشان نعمل ميلك تشيك الفراوله، عندنا فراوله، لبن، ايس كريم فانيليا، شربات فراوله، وللتقديم عندي شويه كريمه مخفوقه وفراوله طبعا ونعناع، وهحط برضو عودين نعناع جوه الميلك تشيك يديله كده انتعاشه لذيذه. مين؟ مدام فيرا. يا ميرا. يا مدام فيرا مساء الفل. حبيبتي كل سنه وانت طيبه. ما تحرمش من سماع صوتك يا حبيبه قلبي، الله يسعدك. تسلمي يا حبيبتي. حبيبتي. الاكسديه عليكي لا ما شاء الله منور وشك منعكس على وشك مخليكي زي القمر. عينيكي اللي حلوه يا حبيبه قلبي، كل سنه وحضرتك طيبه وعيد ام سعيد عليكي وعلى كل حبايبك. تسلمي يا روحي وتفرحي باولادك يا رب. امين يا رب. حلوه قوي فكره الفول بالبشاميل. بالبشاميل هيعجبك قوي يعني. هيعجبك قوي قوي. لا تغيير كده، تغيير تغيير، وبيبقى كريمي كده معاه، بيبقى لذيذ، بيبقى افطار خطير. بيبقى افطار خطير. تسلمي لي يا قلبي. ربنا عليك حبيبتي، كل سنه وانت طيبه. تسلمي لي يا حبيبتي وحضرتك طيبه وبالصحه والسلامه يا رب. هنحط الفراوله. حاضر حاضر حاضر. هنحط الفراوله هنا، هنحط معاها الايس كريم، هنحط معاهم اللبن، هنديهم عودين فقط، ورقتين مش عودين، ورقتين من النعناع، ونضرب. بسم الله. هناخد الكلام ده نتسحر بيه او نحبس بيه بعد السحور، كل واحد بقى حسب ايه نظامه. وبعدين هنقوم عاملين كده، وبعدين هنقوم واخدين شوية كريمة. بسم الله. وهناخد واحدة فراولة. هنا مش هدي حاجة عشان هذه الكوباية منه فيه، فمش مش هحط لها حاجة، لكن دي هقوم حاطة لها ايه، فراولاية، ورقة نعناع. انتوا عارفين انا بحب الحركات دي. واخد من الشربات، ممكن فراوله وممكن ورد كمان بيبقى حلو معاها، او ممكن تحطه كمان جوه العصير شربات برضو بيبقى حلو قوي، وبيديله لون وبيديله نكهه جميله جدا جدا. بس كده مش هننسى ساعد تتساعد، طبق زياده تهادوا تحبوا. لسه ما خلصناش، استنونا بعد الفاصل ان شاء الله. اهلا بيكم بعد الفاصل، تعالوا بقى نشوف ازاي سفرتنا تبقى اشيك. قد تبدو هذه النصيحة بديهية جدا بالنسبة لكم، بس أنا دايما بفكركم إن إحنا بنوجه أولادنا، وأنا الحمد لله رب العالمين عندي نسبة كبيرة من الأطفال والشباب والمراهقين بيتفرجوا عليا في سن أولادي وأصغر سن أولاد صحابي وحبايبي وأهلي. فأحب دايما إنه ما ننساش الحاجات اللي قد تبدو بالنسبة لنا بديهية هي بالنسبة لهم جديدة، أو يمكن يكونوا مش واخدين بالهم منها. أول حاجة وإحنا بناكل ما ينفعش أبدا إن إحنا نفتح بقنا أثناء الأكل، أو ناكل بصوت، أو نتكلم وفي بقنا أكل خالص
اتنين، ما ينفعش افتح بقي احط فيه اكل جديد وانا لسه ما بلعتش الاكل اللي موجود جوه بقي. رقم ثلاثة، لما اجي اتكلم ما اتكلمش اكون يعني انا ماسكه كده الشوكه والسكينه واجي اتكلم افضل اشاور بالشوكه والسكينه وانا بتكلم، لا، الشوكه والسكينه بنحطهم الاول وبعدين نتكلم وبعدين نرجع نستخدمهم وبعدين نحطهم وبعدين نتكلم. ما ينفعش نشاور بالادوات بتاعه الاكل او الشوكه او السكينه او كده. كان في حاجة في دماغي، سؤال جالي بصراحة عن بالي دلوقتي، خلونا نجاوب على اللازانيا ولو افتكرت الملحوظة دي هقول لكم عليها، راحت من بالي وانا بتكلم. طيب بالنسبة للازانيا حبايبي، اللازانيا عبارة طبعا عن طبقات، اول طبقة هتكون اللازانيا وتكون مش مسلوقة، وبعد كده بعصج لها لحمة، بصل مفروم، ملح وفلفل، حبهان مستكة لورا، بنزل عليها باللحمة، اتعصجت واستوت بنزل عليهم بالطماطم المبشورة وعصير الطماطم، خلصت احطها على جنب. اجي بقى اعمل البشاميل، اقوم حاطة لتر اللبن عليه 4 معالق من الدقيق و4 معالق من الزبدة بره النار، ارفعهم على النار اقلب لحد ما يتقلوا على جنب، رشة ملح ورشة فلفل اكيد. بعد كده ببتدي اعمل الطبقات، اجيب الصينيه احط فيها بشاميل ولازانيا، بعدين بحط العصاج، بعدين بحط شويه بشاميل وجبن، وبعدين احط اللازانيا، وبعدين اقفل بالبشاميل من فوق واحط تشكيله من الجبن على الوش وازقها في الفرن. واعرف منين ان اللازانيا استوت؟ بدخل السكينه، لو دخلت بسهوله وخرجت بسهوله يبقى شرايح اللازانيا استوت خلاص، مفيش مشكله. بتقعد في الفرن حوالي من نص ساعه لساعه الا ربع، ولما تطلع تسيبوها ربع ساعه قبل ما تقطعوها عشان تطلع القطعه بقطعتها وتبقى جميله. يا رودينا، رودينا الو، ازيك يا رودينا؟ الحمد لله، ازيك يا ست؟ الحمد لله يا حبيبتي، انت اخبارك ايه؟ عايزه اقول لك كل سنه وانت طيبه بمناسبه عيد الام. طيبه حبيبتي، وعايزه اقول لحنان كل سنه وهي طيبه، واقول لمامتي بقى الحقيقيه صحه كل سنه وهي طيبه. وانت طيبه حبيبتي وبالصحه والسلامه يا رب، وانا كمان بقول لحنان كل سنه وانت طيبه يا حنان يا حبيبتي. طيب احنا بكره ان شاء الله ان عشنا وكلنا عمر، المنيو بتاعنا هيكون عباره عن فتت بتنجان رائعة ما تفوتكوش، تستخدموها للسحور أو للفطار رائعة. هنعمل أقراص البطاطس، وهنعمل قمر الدين بنكهة البرتقان، جميل ومنعش جدا جدا جدا، تقدروا تستخدموه شرب وتقدروا تستخدموه مهلبيا. عملنا إيه مع بعض النهاردة؟ أول حاجة عملناها مع بعض كانت الجبنة بالطماطم، حطينا الجبنة وديناها الزيت وديناها رشة الفلفل الأسود والنعناع الناشف، ديناها الطماطم المفرومة وقلبناهم كويس جدا مع رشة كمون، وبعد كده حطيناهم وقدمناهم مع الكمون والزيت والنعناع الفريش. عملنا مع بعض الميلك شيك، حطينا بالفراولة بنكهة الفراولة النهاردة، تقدروا طبعا تستبدلوا الفراولة بأي فاكهة تانية، حطينا الايس كريم الفانيليا، حطينا اللبن، حطينا الفراولة، ضربناهم، بعد كده قدمناهم بشوية من شربات الفراولة وفراولة فريش ونعناع فريش وكريم شانتيه مضروب، وحطيت جوه الميلك شيك ورقتين من النعناع الفريش. عملنا الفول اللي بالبشاميل، الفول كان مدمس وادينا له الزيت والملح والفلفل والزبده وكمان الكمون، وبعد كده ادينا له شويه ميه صغيرين، بعد كده عملنا له البشاميل المعتاد زبده وزيت ودقيق، طلع ريحته، نزلنا عليه اللبن وبعدين حطيناه. عملنا البشاميل متوسط السمك وما دخلناهوش الفرن، لكن انتوا تقدروا تدخلوه الفرن اذا حبيتوا تدوله لون على الوش. We'll be right back.
بعد كده عملنا الرز بلبن، جبنا الرز وسلقناه مع المية لحد ما شرب ميته تماما واستوى، نزلنا عليه اللبن، نزلنا عليهم السكر والقشطة وعيدان من القرفة، وعملنا له على جنب شوية من اللبن معاها النشا، معاها أي نكهة أنتوا عايزينها، مية ورد، مية زهر، فانيليا، وكمان معاهم بودرة الكريم شانتيه، قلبناهم كويس جدا، نزلناهم عليهم، لما تقل صبناه، وفي منهم الصغيرين صبناهم وحطينا على وشهم زبدة بسكوت القرفة. كانت وصفاتنا وأفكارنا للنهاردة اللي بتمنى أنها تكون عجبتكم. كل عيد أم وكل الأمهات بخير، والأم مش بس اللي بتولد، الأم مش بس اللي بتخلف، الأم اللي بتشيل الهم وبتراعي وبتاخد بالها وبتضحي وبتبقى سند وحضن حنين لأي حد في حياتها. فكل سنة وكل أم من هذا النوع بخير. كل أمهاتنا وحماتي الله يرحمها وكل أمهاتنا اللي فاتونا ألف رحمة ونور عليهم، وما تنسوش أنكم تتصدقوا وتطلعوا إطعام وتدعوا لهم وتقرأ لهم قرآن كتير، وإن شاء الله الهدايا دي توصل لهم. كل سنة وكلكم طيبين، وشوفكم بكرة إن شاء الله الساعة 12 في سحورك علينا على سحورك.